اليوم في عنا ورشة مع ورشة المعلم الإنسان، الورشة لمدراء ومعلمين مدارس طول كرم المشاركين معنا في مشروع بيئة مزد بيئة مدرسية آمنة مع مؤسسة تامر. الورشة بتحاكي إنه نعزز العلاقات بين المعلمين المشاركين معنا في البرنامج ونبني فريق المعلمين، وفي عنا كمان عشان نحاكي احتياجاتهم اللي بيحتاجوها في المشروع خلال هذه الفترة، وكمان لنحاول نكون مفهوم المعلم المجتهد، المعلم الإنسان الملهم والمنتج في المجتمع. إيمانا منا بأن المعلم هو الشخص الوحيد القادر على أن يعكس انفعالاته على الطلبة داخل غرفة الصف، كانت هذه الورشة. حبينا نعمل بالأول تفريغ نفسي للمعلمين واكتسابهم بعض المهارات التدريبية والألعاب من أجل أن يعكسوها على الطلبة داخل غرفة الصف. أملنا الوحيد أنه ما يؤخذ في الدورة حاليا يقوم المعلم بتطبيقه داخل غرفة الصف، وأتوقع أنه راح يقوم المعلم بتطبيقه، لأنه أنت شوفي كمية الفرح والسرور والانسجام اللي موجود في داخل الغرفة، أكيد معلمنا راح يعكسه على طلابه، وهذا بالتالي راح يؤدي إلى تشويق طلب لعملية التعلم والتعليم وحب المدرسة وغياب كل الأشياء السلبية عن المعلم والمدرسة.